اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بتناسب كل الاعمار، الصغير قبل الكبير. مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب، هنعمل النهارده البيتزا الببروني. وانا لما قلت الببروني عشان الخص موضوع البيتزا اللي الاولاد بيحبوا ياكلوها بره لما بنخرج، عايزك تعملها في البيت، تضمني الصلصه دي مصنوعه من ايه ومعموله من ايه، جوده الطماطم، الصلصه بتاعتها، التوبنج عموما، يعني اذا كانت طماطم او الحشوه زي الببروني، لحمه مفرومه، سجق، تونه، فراخ، زي ما احنا حابين. ولكن بيهمني النهارده نشرح طريقه عمل عجينه البيتزا واسرارها، وخاصه مع الشيف المغازي السهل البسيط اللي يقدر نعمل عجينه البيتزا بطريقه سهله ونضمن ان هي طريه وما تقرمش معانا وما تجلدش معانا. معانا كمان النهارده شرايح التوست اللطيفه، هنعملها النهارده بالشوكولاته. التوست ده يعني حاجه سهله ونقدر نقول اللي هو الحاجه اللي ممكن الاولاد يتعلموها في المطبخ، ازاي نطلع منه حاجات كتير قوي. ممكن نعمل منه البيتزا، ممكن نعمل منه فطاير بالشوكولاته، ممكن نعمل منه عيش الصرايه، حلويات اللي احنا عارفينه ده كله من التوست بتاعنا بطريقه سليمه، ولكن لازم يكون طازه. السلطه بتاعتنا النهارده سلطه كل الاطفال بيحبوها وانا شخصيا بحبها، بس لازم تتعمل بالتكنيك الصح اللي هي سلطه الكولسلو بطريقه مختلفه. البعض بيعملها في المطاعم بيحط عليها حليب، بيحط عليها زبادي، مايونيز، انا هعملها النهارده بطريقتي الممتازه البسيطه اللي هي ازاي نحط لها الزبادي او المايونيز مع الزبيب ومع الجزر المبشور والمعلقات السكر الحلوه عشان يبقى فيه مزيج وفيه ميكس بين الكرنب والطعم بتاعه مع السكريات اللي موجوده في الجزر. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتيره النهارده وعجينه بيتزا كتير بيسالوا على السوشيال ميديا لغايه دلوقتي، عجينه البيتزا بتنشف منين يا شيف؟ عجينه البيتزا يا شيف ما بتبقاش زي بتاعت بره، فخلونا نشوف نعملها مع بعض ازاي. هنروح فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايز اعمل حلو سهل وبسيط، فرصه ولادنا في اجازه دلوقتي يخشوا المطبخ معانا يتعلموا ازاي نعمل الحلو ده. الشيف المغازي دايما له تركايه بتعالج بعض المشاكل اللي ممكن تواجهنا لو احنا بنعمل افتكاسه حلوه او بنعمل فكره حلوه، ده الطبيعي. معانا شرايح التوست، شوف المقادير يا استاذ رحاب بعد اذنك عشان في هنا تفاصيل كتيره في الموضوع ده. معانا شوكولاته، اي نوع شوكولاته، في شوكولاته جاهزه، في شوكولاته حبيبات، في قطع الشوكولاته، جيبي بسكويت من الشوكولاته، في توست محطوط جاهز انا فرده جاهز علشان اشتغل على طول، في نفس الكميه ونفس العدد معايا في الطبق، خلي بالك نفس العدد ده زيه في الطبق عشان برده نحطه في الاعتبار. ومعانا التركايه بتاعت المغازي اللي دايما تنجزك وتطلعك من مأزق، معلقه دقيق مدوبها في ميه، فكره عمل السمبوسه وحاطط عليها بيضه تاني وشويه فانيليا، ركزي معايا في الموضوع ده. هنا في تركايه اللي هي عباره عن معلقه دي دوبتها في الميه زي كاني بعمل العجينه بتاعه السمبوسه اللي انا بقفلها وحطيت عليها بيضه مع شويه فانيليا وبقلبهم كده عشان لما تيجي تقفلي التوست ده حطها في الفريزر. جبتيه وكشفتيه كده والمخرج قال لي شيل الكيس بتاع التوست ده، قلت له حاضر يا فندم لازم اسمع الكلام، مضطر لازم احط الكيس ازاي بالاسم بتاعه كلبشات، فانا كل ده ظاهر قدامه، فانا اطلع من المشكله دي ازاي؟ شيف شاطر بقى مفيش حاجه هتقيده. حطيت بيضه مع شويه دقيق وشويه فانيليا وجهزتهم كده بالشكل ده كده اهو، هم دولت اللي هينقذوني، هم دولت اللي هيخلوا الحلو ده اللي انا بعمله ينجح معايا وانا بحمره في الزيت اللي على النار اللي هو بيسخن دلوقتي. حلو قوي زي الفل، دول خليهم كده جنبك وشوف هنتعامل ازاي. حلو قوي، لو انا حطيت الشوكولاته في قلب التوست كده من غير الخلطه دي واضح ان الشوكولاته دي ممكن تسيح تطلع من بين التوست، التوستيه بتاعتي ما تلزقش في الثانيه لما اجي احطها كده بالشكل ده كده عشان اقطعها، في حاجات كتيره تفاصيل مش هتبقى ظابطه معايا، فهنا دي اللي هتنقذني من الموضوع. باخد صفار البيض، سوري البياض، البيض مع الدقيق وبعمل التوستيه كده وانا واقف قفلت المسام بتاعتها. الله عليك يا عم الشيف، احط الشوكولاته اللي انا حاببها على الوش كده واخد التوستايه الثانيه بايديا كده اهو، شفت الجو ده كده اهو، واحطها كده وبايديا كده واجيب القطاعه دي كده اهو
واجي في النص. طبعا انا مسنطر الشوكولا. شفت الجو ده كده؟ نعمل شويه مع بعض بقى كده، ورانا حاجه وراناش حاجه، بس خلينا واحده واحده كده عشان الموضوع هنا محتاج لايه تركيز شويه. ده ما يترميش، ده يتحط في صينيه وينشف شويه ويتفرم، نستخدمه اللي هو التوست او البقسماط اللي بنعمله بانيه، ده ضد ان انا ارميه. حلو الكلام. تاني كمان واحده يا عم الشيف. ادي الخلطه اللي انا عملتها، عباره عن دي وبيضه وشويه فانيليا. طب لو هتعمليه حادي ما تحطيش فانيليا، حطي شويه فلفل اسود. ممكن تعملي الببروني بنفس الطريقه على فكره. اي حشوه انت حباها بقى، لحمه مفرومه، حاجه كده، فطاير كده على ايه سهله. واجي هنا في ايدي زي ما انا شغال. بقفل المسام بتاعه التوستايه. واحطها هنا كده. الله عليك وعلى والديك. وبايديا لازم اضغط الضغطه دي كده، وانا بضغط بالشكل ده كده، واجيب دي كده. يا الله، بس خلاص. واشيل دي كده. واخليها جنب واحطها هنا. الزيت هنا بيسخن. تاني كمان واحده مع بعض. احنا ورانا حاجه، معانا سلطه هنعملها، دي سهله، متقطعه جاهزه، انا بقلب معاها الزبادي وخلاص. احطها كده واحط الشوكولاته. حاجه سهله حلوه على فكره. ممكن الشوكولاته دي تغيريها زي ما انت عايزه، ومدرسه دوشات المدرسه تبقى لطيفه وحلوه. حاجة سهلة للأم كده اهوت، الله يكون في عون الأم. بتصحى بدري مع أولادها، هي اللي بتذاكر وهي اللي بتلبس وهي كل حاجة، وهي اللي بتدفع وهي كل حاجة. الأم المصرية دي يعني ربنا يديها الصحة، مدرسة هرم والله العظيم. بوجه لها تحية كبيرة. شايفين الجو ده كده؟ أدي الشوكولاتة زي الفل. كمان واحدة مع بعض. تاني. الخلطة دي مهمة جدا، حاجة بسيطة اهيت، بس خلي بالك زي ما قالت ست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكا في المطبخ. الشوكولاته. في قلبيها. خلي بالك في السنتر كده عشان احنا بنحط عليها قطاعه، فما تحطهمش بقى وتلاقيها كلها شوكولاته. ونجيب توستايه ثانيه. حاجه حلوه بهديها لكل ام عندها اولاد عايزه تعمل حاجه سريعه، ما عندهاش وقت تعمل عجينه، ما عندهاش وقت بقى تقف في المطبخ كتير. بايديا كده. في النص. يا وي. بلاش الكوباية، خليها بالايه؟ بالقطاعة دي كده عشان تبقى سهلة. نفس القصة، وسيبيها شوية كده مع بعض لغاية لما المخرج يقول لي كفاية. كمان دول كام؟ أربعة، نعمل خمسة عشان معانا سلطة عايزين نعملها. معانا وقت قد إيه يا شباب؟ الله، حلوة، دول كفاية أوي. ستة أهمت، وأحط الشوكولاتة دي كده. بيسألوني ممكن نعملها باللحمة المفرومة؟ جيبي لحمة مفرومة بتاعة السمبوسة واعمليها بنفس الطريقة. تبقى حلوه قوي على فكره. دجاج مفروم ماشي، جمبري ماشي، شوكولاته انت حباها ماشي، فراوله ماشي، زي ما انت عايز. بايدي لازم الحركه اللي بايدي دي كده لازم، وانا بعملها كده. كده هو ده. دول كفايه. عندنا الزيت ده ما يترميش تاني، وما زلت بقول ده ما يترميش، انا ضد التبذير. ده يتنشف ويتعمل بقسماط، تعملي سكالوب بانيه، تعملي فرايد تشيكن، زي ما انت حابه. نشيله من هنا كده. وتعالوا نحمر مع بعض، ونحمر مع بعض كده. اخبار الزيت ايه؟ سخن مني. يا الله يا خراشي، هعمل ايه يا ولاد؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اطلع من المازق ده ازاي وانا واقف اهو سكينه؟ وانا واقف كده زي الباشا. الزيت سخن غصب عني. برتقانيه لقيتها في طريقي، واخدتها زي ما هي كده في قلب الزيت. خلصت. مفيش هنا بقى درجة حرارة عالية ولا أي حاجة، مش هعيط على الزيت خالص. الزيت دي مش عايزة زيت شديد، خلي بالك. وعلى فكرة الزيت طعمه اتغير، بدأت أشم ريحة حلوة قوي. ربع البرتقانية اللي حطيتها، الزيت تتطاير أو تناثر في داخل الزيت اللي هو الزيت بتاع البرتقان، أنا أقصد زيت البرتقانية. ادى طعم حلو قوي للزيت بتاعي. احمر كده بقى. ايه الشقاوه دي يا شيف؟ ايه الشقاوه دي النهارده يا شيف؟ ايه الشقاوه دي يا شيف؟ ايه الشقاوه دي يا شيف؟ ايه الشقاوه دي يا شيف؟ الله عليك وعلى والديك. سريعا كده نجهز طبق التقديم بسرعه. اللهم صل على النبي.
حاجة سهلة، دخلت المطبخ عملتها في منت. عندك سكر بودر حطها على الوش، الشوكولاتة طلعت منها. احنا بنهزر ايش في؟ بقول الشوكولاتة مش شايفها طلعت يعني. مش بنهزر احنا. زي الفل. دول خمسة حلوين قوي. البرتقالية دي نشيلها؟ مش عايزها. بشيل الزيت بتاعي من على النار عشان ممكن احمر فيه حاجات تانية، حلويات برضو، بلح الشام، بقلاوة، زلابية، زي ما احنا حابين. شفتوا الفكرة بتاعت عمل الحلو ده كده؟ تقدري تعمليه لولادك النهاردة بجد؟ عشان يعني عينيا. نحط سكر بودر، نحط قرفة، اختياري. الشوكولاتة تحب كاكاو نحط على الوش، ده اختياري. السكر بودر معانا اهو زي الفل. ده لو لفيتي محلات مصر كلها مش هتلاقيه، هنا بس على شاشة القناة الأولى. وهو سخن السكر البودر بيشربه. يبرد السكر البودر هيبان قدام عينك، خلي بالك. طالما سخن كده السكر البودر بيختفي بسرعة. دي فكرة عمل الحلو بالطريقة دي كده، نخليه على جنب. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتير. فيها معلومة غير معلومة. الببروني بطريقة سهلة وبسيطة لكل أم تعملها لأولادها. يفضل انك تعملي البيتزا في البيت، تعملي الفرايد تشيكن في البيت، تعملي الاكلات اللي ممكن تاخد منك وقت ما تاخدش وقت ولكن فيها تكنيك عالي تعملها في البيت. سلطه جميله حلوه بناكلها في بعض المحلات اللي فيها بيتزا، فانا حبيت اعملها النهارده بطريقتي الخاصه. عملنا حلو بجد. انا هخلص الهوا دلوقتي واكل اتنين تلاته مع كوبايه القهوه بتاعتي. لطيف وجميل، فيها شوكولاته من جوه، فيها سكريات ورقائق التوست او شرايح التوست بالشوكولاته، ولكن التكنيك بيضه مع شويه دقيق شويه فانيليا. قفلت العجينه بتاعتي، خليتها طلعت بالشكل اللطيف الحلو ده كده. ممكن تحشيها فراوله، تحشيها فواكه، زي ما انت حابه. رؤيه فن ابداع، تفاصيل كتير جوه الحلقه بنعرفها مع الشيف المغازه وجوه الاكله. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو.